السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أقدم الشكر على المنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة لإسيسكو، وأخص الشكر على المدير العام لهذه المنظمة. أتحدث معكم عن خصائص الرمضانية والثقافية في جزر القمر. أولا قبل هذا الشهر فإن أهل جزر القمر يستعدون باستقبال هذا الشهر بتنظيف المساجد وتنويرها وترميمها، إقامة المحاضرات لبيان أهمية هذا الشهر. ومن الخصائص الرمضانية في جزر القمر، أولا تقوم في جميع المساجد حلقات تفسير القرآن الكريم خلال شهر رمضان في الفطرة من بعد صلاة العصر إلى قبيل صلاة المغرب، إرسال الأئمة في المساجد للصلاة التراويح. ثالثا تزداد قراءة القرآن الكريم، بعضهم من يختتم 5 مرات ودون ذلك. عند أذان المغرب يخرج أبناء الجزر من كل حد يتجهون إلى المساجد لأداء الصلاة التي يحرصون عليها. وبعد صلاة التراويح يجتمع الناس لاستماع الدروس والمحاضرات الدينية. أما الثقافية تتحول جزر القمر طوال الشهر أسرة واحدة تجمعها نجبة الإفطار الجماعية في المساجد، حيث تحمل كل أسرة طعاما يذهبون إلى المسجد ليتبادلوا الأطعمة والمشروبات بكل ود وحب. تقام المحاضرات والدروس الدينية بعد الصلاة التراويح. وواجبات الفطور تختلف من منطقة إلى أخرى، بعضهم يستعملون الثريد، الموز الأخضر المقلي مع السمك أو المطبوخ مع السمك أو اللحم وغيرها من الأطعمة. وأما المشروبات وعصائر رمضانية فيها المانجا والأنانس وغيرهما الطازجة. أما واجبات السحور تتكون من الأرز مع اللبن واللحم أو السمك المطبوخة.